حازم اسمه على من مذكر عربي على صيغة اسم الفاعل من الحزم، والحازم هو الذي يضبط الأمور بعزم ومن غير تردد، أو الشديد في الرأي. والحازم كذلك من يشد الحزام على وسط الجواد. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لقناة تصميم الأسماء، وهي موجودة في الوصف أيضاً.